حكم القدري. هذا الحكم القدري ينقسم قلنا إلى قسمين. الحكم القدري قالوا قدر محتوم، كاين قدر محتوم ما يتبدلش، بمعنى لا يتغير، مهما فعلت، مهما صليت، مهما دعوت، مهما تقربت إلى الله، قدر محتوم ما يتبدلش أبدا. قالوا هذا قضي الأمر لو مكتوب في اللوح المحفوظ في علم الله سبحانه وتعالى. قالوا كاين قدر واحد آخر، كاين قدر واحد آخر من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، حلوه ومره. على لأنك أنت تعلم أنه كل شيء من عند الله، والخير فيما اختاره الله، دائما الخير فيما اختاره الله، ولهذا اختيار الله خير من اختياره. ولهذا لو خير العبد بين أن يختار أو يختار الله لكان اختيار الله خير من اختياره، لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولهذا كاين قدر اسم وقدر محتوم، قدر لا يتغير، قدر لا يتغير من الآجال، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، هذا قدر لا يتغير أحباب رسول الله، قدر محتوم. قالوا كاين قدر معلق، قدر معلق، كاين قدر موش محتوم، قدر بمعنى متعرض للتغيير يتغير. قالوا بمن يتغير؟ قالوا يتغير بالطاعة، ويتغير بالدعاء، ويتغير بالقرب إلى الله عز وجل، هذاك القدر يتغير. ولهذا النبي قال اتقوا الذنوب فإن الذنوب تغير النعم وتبدل القسم. قالوا وش تبدل؟ تبدل القدر المعلق، ليس القدر المحتوم، لا كاين قدر، نوع من القدر يتغير، يتغير بها بالدعاء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يرد القضاء إلا الدعاء، إلا الدعاء. لهذا أحباب رسول الله الدعاء يفعل الأعاجيب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له ماض في حكمه، أي حكم؟ الحكم القدر المحتوم الذي لا يتغير، أنك ربي دارك تموت في يوم كذا أو في مكان كذا، هذا قدر لا يتغير. كاين قدر واحد آخر اسمه قدر معلق، اليومك فقير وغدوة تولي غني، اليومك عاصي، شوف قالوا اليومك عاصي ومعدك تتوب وتولي مؤمن، قالوا هذا قدر معلق فيتوب الله عز وجل عليه، الله لم يلدك عاصيا. ولهذا أحباب رسول الله هذا من فعل النفس والشيطان، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، شوف عدل في قضاؤك. ولهذا العلماء قالوا إن أدخلنا الله سبحانه وتعالى النار صالحنا وكافرنا، مؤمننا وكافرنا، كل البشرية حتى الأنبياء والرسل دخلنا للنار قاع فبعدله، وإن أدخلنا الله النار الجنة فبرحمته. الجنة إذا دخلناها ما ندخلوش بالأعمال تاعنا، خاطر النبي قال والله لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. لهذا عدل في قضاؤك، بمعنى شوف لما تعرف بلي ربي عز وجل عادل، وان الله لا يظلم، ان الله لا يظلم مثقال ذره، تصور الذره مجهريه لا ترى بالعين المجرده، ان الله لا يظلم، صوت النساء بيقولنا ان الله لا يظلم مثقال ذره، وان تك حسنه نضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. قال وان تك مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. الخردل اللي الزريعه تاع اللفت، قلت لكم مره ان الزريعه تاع اللفت كنت خفيفه بزاف، باش يزرعوها اصحاب اللفت اصحاب الفلاحين لازم يخلطوها مع التراب باش يزرعوها. لقمان يقول لوليده، يقول له يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكون في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله. ربي ما يظلمش، لما تعرف بلي ربي عز وجل ما يظلمش سبحانه، وان الظلم حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى، وقال لنا سبحانه وتعالى وما كان ربك بظلام للعبيد،
بيظلمش رب سبحانه جل جلاله، وما ربك بظلام للعبيد جل جلاله. لهذا لما تعرف لي ربي ما يظلمش وانه ربي عدل، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. لما تتيقن هكذا ترتاح. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصبح ساخطا على الدنيا فقد أصبح ساخطا على ربه. اللي مش عجبته حياته، مش عجبه وضعه، مش عجبه الفقر، مش عجبته المعيشة لو عايشها، مش عاجبه. ها ربي خلقه في الجزائر هو ما مش عاجبه، مش عاجبه. ها معناه شيء عجيب. والله سمعت بأمي أذني، سمعت مرة إنسان قال له: كان ربي خلقني بورتو في بلجيكا ولا كندا، نسيت بالضبط البلد، يبولوا عليا الكلاب أكرمكم الله، خلنا خلقني في الجزائر. سبحان الله، ربي قال لنا في سورة البقرة: أنتم أعلم أم الله. ربي يسألنا شكون اللي يعرف، أنا ولا أنتم؟ أنتم أعلموا أم الله سبحانه جل جلاله. ولهذا معنى عدل في قضاؤه، أي قضاء. لما نقول القضاء بمعنى المرض والفقر والغنى والأولاد، كل شيء. هذا يطيل غير البنات، وهذا يطيل ذكورة، وهذا يطيل بنات ذكورة، وهذا صحيح وهذا مريض، هذا طال صحيح طال صحيح، وهذا طال معوق، هذا رفعه وهذا خفضه، هذا وسع عليه وهذا ضيق عليه، هذا فرج عليه وهذا طال الهم. هذا قضاء الله وقضاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون جل جلاله. لهذا من أركان الإيمان، نبي جعل من أركان الإيمان الإيمان بالقدر، رضا بالقدر خيره وشره. بمعنى القدر هذا فيه الخير والشر، في المليحة والدنيا، ها في 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 الحلو وفي المر. هذه الحياة، هذه الدنيا، كانش عقب واحد حلوة قاع، ما كانش عقب مرة قاع. ولهذا ما ماضي في حكمك يا رب، الحكم تاعك ماضي فيا، انت تصبر ولا ما تصبرش، حكم الله وقضاء الله سارٍ. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي عن رب العزة يقول الله تعالى: الصابر الشاكر لنعمائي، والصابر على قضائي كتبته من أوليائي. شو الشاكر لنعمائي؟ في جميع الأحوال الحمد لله، في جميع الأحوال راضي، في كل شيء راضي، في جميع الأحوال راضي بقضاء الله وبحكم الله. ولهذا شوف النبي علمنا لما مات ولده إبراهيم: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الله. ما نقولوش كلام يسخط ربي، تا واحد معترض، واحد مش يعجبه الحال، واحد مشنف ابدا. ولهذا شوف النبي واش قال في الحديث القدسي عن رب العزه: الشاكر لنعمائي، والصابر على قضائي. قضاء، هذا القضاء فيه الخير والشر. اليوم صحيح وغدوة تمر، لازم تصبر، هذا قضاء الله. شوف الصابر على قضائي كتبته من اوليائي. بالمقابل ومن لم يشكر نعمائي، ما تشكرش، تشكر حتى نعمة، تشوف ربي بلي ما تاك والو. ناس بزاف أنا نعيشوا في دنيا وفي زمن وفي واقع أن الناس يشوف بلي الرزق دراهم وخلاص، ما عندكش دراهم ربي ما تاك والو، ما عندكش دراهم ربي حرقك حقرك. ولهذا ناس بزاف يقولوا واحد الجملة، يقولوا أنا واش درت هكذا، يقولوا أنا نسوى رجال، يقولوا تقول حركة الجوامع يا ربي نعلاك بلي هكذا، تقول حركة الجوامع. ناس بزاف بمعنى كلام فيه سخط عن الله عز وجل وعدم رضا بقضاء الله سبحانه جل جلاله. لهذا أحباب رسول الله، شوف: ومن لم يشكر نعمائي، ما تشكرش. قالوا العلماء، قالوا: كل كل نعمة رزقك الله إياها فهي رزق. كل شيء، أنت تشوف كاين اللي ما يشوفش، أنت تمشي كاين اللي ما يمشيش، أنت تدخل بيت الخلاء وحدة كاين اللي يدير لي كوش، أنت تهضر كاين اللي أبكم، أنت تسمع كاين اللي أصم، ها أنت تقرأ كاين اللي ما يقراش، أنت راك ساكن اللي كاين اللي ما هو ساكن، أنت عندك ذراري كاين اللي ما عندوش، وهلم جرى. لهذا أحباب رسول الله، شوف: ومن لم يشكر نعمائي ولم يصبر على قضائي فليخرج من تحت سمائي وليتخذ ربا سوائي. خذ نتاع السماء تاع ربي،
خذ انت اسم عرض وشوف رب واحد اخر يعطيك كما تحب انت وكما تهوى انت وعلى حسب فكرك انت، ربي ما يعطيكش كما كنتك حاب ابدا. لهذا ربي قال نسالنا في سوره النجم، قلنا ام للانسان ما تمنى، احسب اللي تتمناها حتى لازم تحضر، اللي تتمناها حتى لازم نعطيها لك، اللي تتمناها حتى لازم تكون، انت لازم ما تقدرش واش في بالك ابدا. انت تسال ربي صاحب الامر، هو جل جلاله هو الذي يقرر، هو الذي يقدر، هو الذي يمنح، هو الذي يهب، هو الذي يعطي سبحانه جل جلاله. ولهذا أحباب رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء قالنا اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ماض في حكمك عدل في قضاؤه. وصلوا بعد الآذان.